أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم على قناة وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك. في إطار حواراتنا المخصصة لقطاع الموانئ والقطاع البحري، يسعدنا اليوم أن نستضيف السيدة نادية العراقي، المديرة العامة للوكالة الوطنية للموانئ. أهلا وسهلا بك مدام شكرا للاستضافة. نعم سيدة العراقي، كما نعلم أن الوكالة الوطنية للموانئ تهتم بقطاع الموانئ بشكل عام، ما هي الأوراش المينائية الكبرى التي تقومنا الآن بإنجازها؟ في البداية لابد من الإشارة على أن الفترة ما بين 2012 و2015 تسمت على صعيد قطاع الموانئ بعدة مؤشرات إيجابية تتمثل بالخصوص في أولا ارتفاع جد مهم في حجم المبادلات التجارية عبر الموانئ، حيث سجلت هذه الأخيرة أزيد من 110 مليون ديال الطن سنة 2015، أي بارتفاع بلغت نسبته ما بين 2012 و2015 19%. كذلك سجلنا تحسين ملحوظ في جودة الخدمات المينائية، تتمثل اساسا في ارتفاع نسب الانتاجيه المناوله المينائيه، وكيفما كتعرفوا تعزيز تموقع المغرب على مستوى السوق العالميه للمنافسه، وذلك بالنسبه للميناء طنجه المتوسط. وتعتبر هذه الحصيله هذه نتيجه لتسريع وسيره الاستثمارات في من طرف الوكالتين، الوكاله الوطنيه للموانئ والوكاله المختصه بميناء طنجه المتوسط. فيما يخص الوكاله الوطنيه للموانئ، عملت هذه الوكاله منذ نشاتها في 2007 برولت سياسه استثماريه طموحه واعتماد عده برامج هيكلية لتعزيز تنافسية الموانئ الوطنية من خلالها تدعيم البنية التحتية وتأهيلها من جهة أخرى، ومن خلال تقنين وتنظيم الخدمات المينائية من جهة أخرى. في خلال هذه الفترة ما بين 2012 و2015 وصلت الوكالة الوطنية للموانئ إلى استثمار ما يزيد 6.5 مليار ديال الدرهم باعتماد عدة مشاريع اللي هي مشاريع مهيكلة للقطاع. ومن بين هذه المشاريع يمكننا نذكروا بالأخص على مشروع وصال الدار البيضاء، اللي هو بوحده خصصنا له أكثر من 3.4 مليار ديال الدرهم، واللي تيخص أربعة ديال المشاريع اللي هما مشاريع مهمة. هي أول المشروع الأول هو تشييد الميناء الجديد للصيد البحري بتكلفة تزيد على 800 مليون ديال الدرهم، والورش الجديد لإصلاح السفن اللي هو ورش مهم ومهيكل في نطاق الاستراتيجية اللي كتقوم بها الوكالة للنهض بهذا الميدان هذا، واللي التكلفة ديالو اكثر توازن 2 مليار ديال الدرهم. وكذلك هناك مشروع ثالث اللي هو المحطة المتخصصة لاستقبال رواج السياحة اللي بتكلفة اكثر من 400 مليون ديال الدرهم، واللي كتواكب السياسة الوطنية ديال التوريزم. والمشروع الرابع واللي هو تيتجمع مع بيناتهم بجوج، هو انشاء واحد المبنى مجتمعاتي اللي غنديروا فيه جميع الشركاء ديال الميناء، واللي هو غيكون ان شاء الله واحد البنيه تفوق 25 طبقا وبتكلفه ديال 300 مليون ديال الدرهم. وماذا عن الاوراش المينائيه الكبرى الاخرى يعني التي تقوم الوكاله بتشغيلها؟ كاين هناك بعض المشاريع اللي هما تهما مهمين، بحال المشروع ديال تهيئه ميناء الجاف بمدينه زناته، واللي تيدخل في الاستراتيجيه اللوجستيكيه اللي كتقوم بها اللي وضعتها الوزاره، واللي هو مشروع يكلف الوكاله اكثر من مليار و100 مليون ديال الدرهم، فيه 300 مليون ديال التهيئات ديال هاد البنيه هذه، واكثر من 900 مليون لشراء الاراضي حتى يمكننا نقوموا بهذا المشروع ديال البناء الجاف ديال زناته، اللي هو من اكبر الموانئ الجافه اللي غيكون في المغرب ان شاء الله. وماذا عن الاستراتيجيه الوطنيه المينائيه؟ اين وصلت هذه الاستراتيجيه؟ كيف ما كتعرفوا الوزاره هي اللي وضعت الاستراتيجيه المينائيه في افق 2030، وهذه الاستراتيجيه منبثقه من عده استراتيجيات باش نعرفوا شنو هو الاحتياجات ديال هذه الاستراتيجيات في افق 2030. وبهذه الاستراتيجيه اللي وضعت الوزاره تنعرفوا على ان الرواج المينائي غادي يتضاعف على الاقل بجوج حتى لثلاثه د المرات. اليوم تنديروا 110 في افق 2030 تيمكن نوصلوا حتى ل 330 ولا اكثر. دونك خص الموانئ ديالنا تكون مؤهله باش
تستوعب هذا الرواج هذا. هناك موانئ موجوده وهناك موانئ جديده. الموانئ الجديده كتقوم بهم الوزاره، تقوم بالبناء ديالهم الوزاره والدوله، الدولاب على حسب لا الى جنا في الحقيقه نقولوا. والوكاله هي عندها الموانئ اللي كاينه، خصها تقوم بالتدبير ديالهم وبلو ديفلوبمون ديالهم. وفي هذا الميدان هذا من بين البرامج اللي ذكرت تيدخلوا في هذا النطاق ديال الاستراتيجيه ديال 2030. يمكن لي نذكر على مثال واحد اخر اللي هو واحد الشراكه ما بين الوزاره وما بين الوكاله، اللي هو بناء واحد الطريق مينائيه، تنعيطوا له الطريق المينائيه، اللي تترمط ما بين الميناء ديال الدار البيضاء والميناء الجاف ديال زناتة، اللي الوكاله غتخصص له اكثر من 800 مليون ديال الدرهم بمساهمه من الوزاره. الوزاره عندها ثلث والوكاله عندها ثلثين، وهذا تيرجع لنا باش نكونوا مستجابين، تستوجبوا الاستراتيجيه اللوجستيكيه، وتنحاولوا ما امكن باش نخفوا داك الرواج اللي تيكون حول الميناء، وتكون عندنا واحد الربط ما بين الميناء الجاف والميناء ديال الدار البيضاء. نعم، وهذا الربط اكيد انه ما غادي يعني ما يكونش غير ربط وطني، فهو ربط دولي افريقي. ما هي الاجراءات او الاستراتيجيه التي وضعتموها لتطوير التعاون مع خاصه مع الدول الافريقيه، التعاون جنوب جنوب فيما يخص هذا؟ بالطبع هذا الربط ما بين الميناء الجاف والميناء ديال الدار البيضاء هو ما جاش وتفعل هكذاك، هو كي قلت كيستجب لواحد الاستراتيجيه اللي هي استراتيجيه وطنيه. ولكن تيمكن الميناء الدار البيضاء باش يكون عنده واحد المكان اللي تيمكننا يرسو فيه، ماشي تنقولوا هذا واحد الرأس بلا بواخر، تقدر تكون فيه لي مارشانديز، دونك كتسنى البضائع اللي كتسنى الوقت ديالها باش تكون محمله اما للميناء. والا كيف كتعرفوا زناتة هي في واحد لو نو استراتيجيك، لان هي في ربط الطرق ما بين الشمال والجنوب والشرق، وبالتالي كيلعب واحد الدور مهم فيما يخص التطوير مع الموانئ ديال الافريقيه. كما عرفتوا سيدنا نصر الله قام بعده رحلات للدول الافريقيه، وكان هناك وقعنا كثير من الاتفاقيات، والوكاله عندها على الاقل واحد 15 اتفاقيه مع جميع الدول ديال افريقيا الغربيه. وفي هذا النطاق هذا كنكون معاهم واحد بين تعاون، لا في نطاق لا فورماسيون تدبير ولا في نطاق التدبير لي زيشانج د انفورماسيون. وحنا الحمد لله عندنا واحد الربط كبير ما بين هاد الدول، كموريتانيا كالسنغال كالغابون كالكوت ديفوار، عندنا علاقات كبيره مع هادو في اطار هاد الشراكات. وحنا كوكاله عندنا واحد الانستيتو واحد ديال التدبير التدريب والتدبير، لانه تنقوموا بلا فورم تنقوموا بلا فورماسيون كونتينيو لجميع الانشطه المينائيه. واللي كيعرف اليوم واحد التطور كبير ملي قامت الوكاله بشراء واحد محقق للتدريب، والحمد لله اليوم عندنا شراكه مع عده دول، منها تونس، منها المغرب، الأطر الإفريقية أو الأطر الشمال الإفريقية يقومون بالتدريب. وحد الآن قمنا على الأقل بالتدريب أكثر من 200 في نطاق واحد سكون ابل لا فورماسيون تريبارتيت مع لا جيكا ديال اليابان. قمنا بالتدريب على الأقل 200 أفريقي في هذا المعهد هذا. نعم، شكرا سيدة نادية العراقي على الوقت الذي وفرته لنا للإجابة عن جميع الأسئلة. شكرا لكم مشاهدينا، وإلى حلقة مقبلة إن شاء الله.